السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حصتنا اليوم ان شاء الله غنتعرفوا فيها على عبارات مهمه ستساعدكم في تعلم اللغه الفرنسيه بسرعه. فلنبدا على بركه الله. فإلى بغيت نقول بالفرنسيه دعونا نرى او لنرى، فهي voyons voir. voyons voir. voyons voir. دعونا نرى أو لنرى. voyons voir. أما إلا بغيت نقول سترى أو سوف ترى، فهي tu vas voir. tu vas voir. tu vas voir. tu vas voir. سترى أو سوف ترى. الآن إلا بغيت نقول انظر إلى هذا، فهي regarde ça. regarde ça. regarde ça. انظر الى ما يوجد عندي او انظر الى ما لدي. بالفرنسيه نقول regarde ce que j'ai. regarde انظر ce que j'ai الى ما لدي او الى ما يوجد عندي او الى ما يوجد عندي. regarde ce que j'ai. أريد أن أريك شيئا آخر. بالفرنسية نقول Je veux te montrer autre chose. Je veux te montrer autre chose. فje veux كتعني أريد، c'est le verbe vouloir. te montrer أن أريك autre chose شيئا آخر. autre كتعني آخر chose شيء شيء آخر autre chose. je veux te montrer autre chose. لا داعي للقلق. ne t'inquiète pas. ne t'inquiète pas. ne t'inquiète pas. لا داعي للقلق. بغيت نطرح هذا السؤال، هو ما الذي قمت به؟ بالفرنسية كنقولوا qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? ما الذي قمت به؟ Qu'est-ce que j'ai fait? أما إلا بغيت نسأل ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل هنا؟ فهي Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? فلا كتعني هنا. Qu'est-ce que tu fais là? فغتلاحظوا le verbe faire في المرة الأولى la terminaison كانت هي T. و لو فيرب فير في السؤال الثاني لا تيرميزون هي اس. لماذا؟ لانه في السؤال السابق هنا عندي لو فيرب، لو فيرب فير صرفناه في لو باسي كومبوزي، قلنا جي في سكي في لا تيرميزون كانت هي تي. دونك كيف كان فكيف كنعرفوا لو فيرب فير كنصرفوه مع لوكسيليغ افوار و لا تيرميزون كتكون هي تي. كنقولوا جي في، tu as fait، il a fait، nous avons fait، vous avez fait، ils ont fait. دونك دائما كتبقى في كتكتب بلا تي، فاتيرميزون كتكتب بتي، يعني لو بارتيسيپ باسي ما كيتغيرش، كيبقى دائما في. داكوغ. اما بالنسبه للسؤال الثاني فهنا قلنا كيسكو تو في لا، فهنا عندي لو فيرب فير مصرف في لو بريزون. وكيف كنعرفوا لو فيرب فير فاش كنصرفوه في لو بريزون لا تيرميزون كتكون هي اس. جو في، تو في، لا تيرميزون كتكون هي اس. فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبة لو فيرب فير. لدي مانع أو لدي عائق. بالفرنسية نقول j'ai un empêchement. j'ai un empêchement. j'ai un empêchement. ف empêchement كيف قلنا هو عائق أو مانع. لا يهمني. فإلا بغيت نقول بالفرنسية لا يهمني أو لا يعنيني أو أنا لا أبالي، فهي je m'en fous. je m'en fous. لا يهمني. je m'en fous أو لا يعنيني. je m'en fous. كما تريد. comme tu veux. comme tu veux أو كما تشاء. comme tu veux أو كما تريدين. comme tu veux. هذا يطمئنني.
Ça me rassure. Ça me rassure. Ça me rassure. هذا يطمئنني. ليس ضروريا. بالفرنسية هي Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. فنécessaire هي ضروري. Ce n'est pas nécessaire. ليس ضروريا. Ce n'est pas nécessaire. إذا بغيت نقول هذا ليس مهما أو هذا غير مهم فهي Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. لكتعني هذا ليس بالأمر المهم أو هذا ليس مهم. Ce n'est pas important. فغتسألوا علاش هنايا قلت important لأنه pas كتنتهي بS اللي هي consonne و important كتبدا بI اللي هي voyelle. دونك كنقومو بلا ليزون. وكنقولوا ce n'est pas important. فimportant كنكتبوها بالتي في اخر الكلمه ولكن لا تنطق. ce n'est pas important. ليس بعيدا. فهنا الا بغيت نتكلم على المسافه يعني بغيت نقول ليس بعيدا او المكان قريب فهي ce n'est pas loin. ce n'est pas loin. فloin كتعني بعيد و ce n'est pas loin هي ليس بعيدا. Ce n'est pas loin. ليس نفسه فهي Ce n'est pas pareil. يعني هذا ليس نفس الشيء. Ce n'est pas pareil. أو ليس الأمر نفسه. Ce n'est pas pareil. D'accord. C'est pareil. C'est pareil هي هذا نفس الشيء. C'est pareil. نفس الشيء. Ou ce n'est pas pareil كتعني ليس نفس الشيء أو ليس نفسه. نتمنى يكون واضح لكم. آخر عبارة هي حان وقت المغادرة. حان وقت المغادرة. بالفرنسية نقول Il est temps de partir. Il est temps de partir. فلو تون هو وقت. Il est temps de partir. يعني حان وقت المغادرة أو حان وقت الذهاب. حان وقت الرحيل. فهي il est temps de partir. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على بعض العبارات المهمة اللي غتساعدكم في تعلم اللغة الفرنسية بسرعة. فنتمنى درس اليوم من استحسانكم وتشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنساوش إعجاب الفيديو أو جيم فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلقى في حصة مقبلة إن شاء الله.